الركن الأول متعلق بالنظافة والطهارة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا وضوء أن يتجدد 5 مرات وفي مثل هذه الأيام. إحنا الأمة الوحيدة التي تتوضأ 5 مرات في اليوم. نعم، وفي مثل هذه الأيام إحنا نلح على الناس باش يجددوا الوضوء تحم لكل صلاة، يعني حتى ولو بقيت على وضوء من المغرب للعشاء عاود تجدد الوضوء. لماذا؟ لأن تجديد الوضوء لكل صلاة أولا مستحب، ولأنه في مثل هذه الظروف يحقق مقصودا صحيا للإنسان. النظافة تاع الثياب اللي قارنها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لأنه هذا السلوكات تنبع من عقيدة، وربك فكبر وثيابك فطهر. نظافة المكان اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. غسل اليدين مثلا، كي نشوفوا مثلا الوضوء يتناول الأعضاء المكشوفة، الأعضاء المعرضة للجراثيم، الأعضاء المعرضة للفيروسات، يتناول المنافذ اللي تنفذ إلى الأجهزة الداخلية على الإنسان، الفم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الفم والأنف وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ألح على غسل اليدين لأن اليدين هي وسيلة لنقل المرض، يا إما من الشخص من مكان إلى مكان، يا إما من شخص إلى آخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. الإجراء الثاني يتعلق بالطعام الصحي، وأغلب الظن حسب البحوث العلمية المتواجدة بين أيدينا الآن أن هذا الوباء ربما جاء من بعض المطاعم الخبيثة التي لا تأكلها الأمة الإسلامية، بل يعافها عموم المسلمين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن الطعام في شريعة الإسلام جاء حتى الطعام المباح عنده مجموعة من الآداب والشروط المعينة. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء جمع الله الطب في نصف آية في هذه الآية من القرآن الكريم. فالله عز وجل ما حرم الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا المنخنقة ولا الموقوذة إلا لأنها خبائث مضرة بصحة البدن. القاعدة الثالثة من قواعد الصحة هي ممارسة التصرفات الشاذة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفاحشة ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وعامة هذه الأوجاع والأمراض هي أمراض مستعصية تستعصي على الطب. الركن الرابع، وهذه الأركان الثلاثة كلها أركان يومية دائمة، ما نديروهاش كيكون كاين الوباء ونحبسوها كيكون الوباء غير موجود. يبقى الركن الرابع من أركان الطب الوقائي في الإسلام هو الذي نستعمله في حال وجود الوباء، ألا وهو الحجر الصحي اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الوباء في أرض قوم أن من كان داخل الأرض لا يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخلها. ومع ذلك المسلمين عندهم عقيدة أن كل ما حدث في هذه الأرض حدث بقضاء الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم إن فيه حكمة. الحكمة هذه ممكن نعرفها الآن، ممكن نعرفها بعد 10 سنوات، ممكن يعرفوها أولادنا إذا درسوا التاريخ وهذه الحكمة تظهر آثارها من بعد. ولكن عموما نحن نعتقد بأن جميع ما جرى في الكون إنما هو بتقدير الله، وإنما هو لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله جل وعلا عقيدتنا، والأخذ بالأسباب عقيدتنا، ولا منافاة بين هذا وبين هذا، لأن الذي أمر بالتوكل هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب. فقط حبيت، كثير من الناس كانوا يقولون هل إذا استمر مثلا هذا الوباء إلى شهر رمضان مش راح تكون هناك صلاة تراويح؟ والله في الحقيقة هذا أمر تفصل فيه الجهة الوصية، يعني احنا عندنا لجنة تاع فتوى، وهذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد جماعي. وش معنى اجتهاد جماعي؟ يعني هذه نازلة لم تحدث لنا من قبل ونسمع بها. في النوازل عندنا اجتهاد جماعي، يعني يجتمع فقهاء البلد ويتدارسون الأمر ويتناقشون فيما بينهم ثم يخرجون بعد ذلك بقرار. ولكن إلى أن يصل رمضان نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء إن شاء الله.